أضعكم أمام نماذج يا أيها الإخوة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تدعو القلب إلى أن يتعشقه. الوقت ضيق ولا يتسع، ولكني أستعرض بسرعة بعض هذه المشاهد التي تحرك نياط الحب والشوق والتحنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه يتعبون، وكان أولهم تعبا، وكان يرى رسول الله يجوعون فكان أولهم جوعا بل وأكثرهم جوعا. في غزوة الخندق وأصحاب رسول الله يتسابقون إلى حفر الخندق، يستأذن بعضهم بين الحين والآخر إلى بيته لينال بعض الراحة أو ليأكل شيئا من الطعام، ورسول الله لا يدع العمل. رسول الله يحفر ينقل التراب وقد عصب بطنه الشريف بحجر من الجوع. رأى جابر فيه هذا الذي أهمه وأغمه، دعاه سرا وثلة يسيرة من أصحابه إلى طعيم في داره الجدي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يدعو جميع الأنصار والمهاجرين إلى بيت جابر. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت جابر لا طاعما في مقدمة الآكلين بل خادما، جلس عليه الصلاة والسلام خلف برمة الطعام يخدم، وإن بطنه لمعصب بحجر من شدة الجوع، يطلب القصعة تلك والقصعة يملأها بالمرق واللحم والخبز ويقول: أعطها لهذه الفئة، أعطي القصعة الثانية للفئة الأخرى. ويتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنظر الآكلين. لماذا فعل ذلك؟ خشي أن لا يكفي الطعام للجميع، وأن يقوم بعضهم جياعا فآثرهم على نفسه، وأبى إلا أن يكون هو الجائع الذي لا يبقى له شيء من الطعام. ولكن الله كان أكرم من كل نبي ومن كل رسول، أليس هو الذي وضع الكرم والحب والرحمة بين جوانح رسول الله؟ قام رسول الله وهو يخدم القوم عن البرمة يقول جابر: والله لقد قام رسول الله وإن برمتنا لتغط باللحم وإن عجيننا ليخبز، وقال: كلوا وأطعموا فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. كيف لا أعشق رسول الله؟ كيف لا تحبون رسول الله؟